أخذنا في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة لماذا ندرس الفرائض ولماذا اخترنا دراسة هذا المتن وسبب التأليف المقدمة لهذا المتن، وذكرنا المقدمة ذكر فيها البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا، ثم بعد هذا بيّن فضل العلم الشرعي و الأمر الذي يختص بهذا العلم من فقده، وذكرنا تضعيف هذا الحديث من الأئمة، ثم ذكر سبب اختيار مذهب الإمام زيد رضي الله عنه. أخذنا أسباب الإرث، نكاح ولا نسب، وقلنا السبب مختلف فيه وهو بيت المال، وموانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف الدين. أخذنا أيضا الوارثين: ابن وابن ابن، وإن نزل أب وجد له، وإن علا أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، والزوج والمعتق، النساء: البنت وبنت الابن والأم والجدة لأم والجدة لأب، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، والزوجة والمعتقة. أخذنا أيضا أصول المسائل، وقلنا أصول المسائل عندنا سبعة: اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر واربع عشرين. وأخذنا الفروض المقدرة في كتاب الله. أيضا أخذنا أن الإرث ينقسم إلى قسمين: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. والفروض في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وذكرنا أن المسألة إذا كانت من نصف من اثنين، من ربع من أربعة، من سدس من ستة، ثمن من ثمانية، فيها الثلث ثلثان والسدس والربع من اثني عشر، لو اجتمعت الفروض لا تجتمع كاملة من 24. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء كيف نبدأ بحل التمارين. طيب، أصحاب الفروض، النصف، أصحاب النصف خمسة، أصحاب النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن، أخت شقيقة، أخت لأب. هؤلاء أصحاب النصف. من يعيد علي أصحاب النصف؟ نصف إحنا في سوق الخضار ما أحد يتكلم إلا برفع الإصبع، متفقين؟ من يرفع إصبع ويقول لي الخمسة هكذا بسم الله. تفضل. وهم الزوج والبنت، بنت الابن، أخت شقيقة، أخت الأب. تمام. أصحاب الربع، الربع تسمى غرفة الزوجية، وانتهينا. من هم أصحاب الربع؟ الزوج والزوجة فأكثر، انتهينا. الثمن غرفة الأرامل، الزوجة فأكثر، يموت الزوج أصبحت أرملة لكن ترث الحمد لله. إذا انتهينا من أصحاب الثمن. أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف عدا الزوج. شروط الثلثين هي شروط النصف، إلا شرط يتغير، هنا عدم المماثل أو انفراد، هنا وجود مماثل. إذا أصحاب الثلثين البنات وبنات الابن وأخوات الشقيقات وأخوات الأب. والله الفرائض سهلة، صح؟ سبحان الله، لأنها سهلة. بحثوا بحثوا جاءوا أنا أدرسها، ما وجدوا أحد يعني درس سهلة جدا، أي واحد تأتي به يدرسك ممكن فرائض، يحفظ هذه الأشياء وانتهى الأمر. ماذا فيها فرائض؟ ما فيها شيء، صح يا شيخ؟ ما فيها شيء، والله ما فيها شيء. أسبوع واحد تنتهي من الفرائض، لا يوجد علم تنتهي منه في أسبوع واحد من علوم الشريعة إلا الفرائض، أسهل ما يكون. احفظ فكل حافظ الإمام. أصحاب الثلث الأم والجمع من الإخوة لأم، أم وجمع من الإخوة لأم، جمع من الإخوة لأم. طيب، هذا أصحاب الثلث. أصحاب السدس الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن فأكثر، والأخت لأب فأكثر، وولد الأم يعني أخ أو أخت لأم. جمع ثلث، انفراد سدس، انتهينا. هذا أصحاب الفروض. من يعيد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا لا أسأل عن الشروط، أنا أسأل فقط تذكروا لي
ما شاء الله. بسم الله. النصف احنا نذكرهم، اصحاب النصف واصحاب الربع واصحاب الثمن واصحاب الثلثين واصحاب الثلث واصحاب السدس، من هم؟ النصف. لا اوقف، اصحاب النصف خمسه، والربع اثنين، والثمن واحد، والثلثين اربعه، والثلث اثنين، والسدس سبعه. ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذها مرتبه وقل هبا دبس. تمام؟ مفهوم؟ ما تفهم شيء؟ الحروف بها حساب الارقام، الحروف بها حساب الارقام. ابجد هوز. هبا الهاء خمسه اصحاب النصف، والباء اثنين اصحاب الربع، والالف واحد اصحاب الثمن، وال الدال أربع أصحاب الثلثين، والباء اثنين أصحاب الثلث، والزاي سبعة أصحاب السدس. ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذها مرتبة وقل هبا دبز. مفهوم؟ والله إذا ما تعرف تحسب أنا إيش أصنع لك. يقول قد تم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة. در كم؟ 204. يحسبهم وفاة الأئمة الأربعة. كيف تحفظ؟ لنعمانهم قال. النعمان من هو؟ أبو حنيفة رحمه الله الإمام. لنعمانهم قال، توفي أبو حنيفة في قال، وطعق لمالكي، وللشافعي در، ورمل بن حنبلي. مفهوم؟ في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني شهر ربيع وضع المصطفى. ابن سعد رحمه الله تعالى طلب منه افتتاح الجامع الكبير، فجاء في عنيزة وقال جد بالمنى وأعطي الرضا من ساهموا أو شاركوا في ذا البناء. تاريخه حين انتهى قول المنيب أغفر لنا، أغفر لنا دعاء 1362 وأرخ. سبحان الله، توفيق الله سبحانه وتعالى. هذا تاريخ، تربط التاريخ بالحروف. نعم يا أخي. أصحاب النصف خمسة، أصحاب النصف خمسة، الزوج والبنت، بنت وبنت الابن، بنت الابن، أخت شقيقة وأخت، هكذا ترتب، زوج بنت بنت ابن، أخت شقيقة أخت لأب. تمام. أصحاب الربع قلنا غرفة وما يجتمعان أبدا، لابد يموت الواحد يخرج الأول حتى ترث. مفهوم؟ أي نعم، ما يجتمعان غرفة زوجية صحيح، لكن لابد واحد يموت، الزوج والزوجة فأكثر. وأصحاب الثمن غرفة أرامل، الزوجة فأكثر إذا مات الزوج. طيب، والثلثين أصحاب النصف عدا الزوج جمع، بنات بنات الابن، أخوات شقيقات أخوات الأب، أصحاب الثلث الأم والجمع من الأخوة والأم، أصحاب السدس أب أم جد جدة، بنت ابن فأكثر، أخت الأب فأكثر، ولد الأم. ما أخذنا شيء إلى الآن، باقي باقي يا أخوان. طيب، عندما يموت إنسان بعد عمر طويل في طاعة الله، الشيخ حمود توكل على الله روح، هل نقسم التركة أو نأخذ مال حتى نشتري كفن وأجرة حفر أو الديون أو الوصية أو ماذا نصنع؟ أو عليه مثلا كفارات أيمان ونذور، إيش نصنع؟ نعم 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 شيخ، على الترتيب اول شيء مال التجهيز. نعم نعم، اول ما قلنا العلماء رتبوا، اول ما يبدا به في المال تدريه من تدغم في مقالي. شوف، دعوت ورتبت في كلمه واحده فتدغم. اذا سالك اي انسان ما هي الامور الواجبه عند الوفاه تقول ايش يا شيخ حمود؟ تدوم. يسالك بعض الناس السنة في ترتيب الأعمال يوم النحر، إيش تقول؟ رنحط، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. قل رنحط امشي خليه، ما في مشكلة. مفهوم؟ إذن ما هي الأمور الواجبة عند الوفاة؟ جمعت في كلمة تدوم. التاء تجهيز، الميت تكفيني بالمعروف. الدال ديون لله ثم للآدمي، ديون لله كفارة أيمان ونذور، ثم للآدمي أخذ من إمام المسجد 20,000 مثلا.
ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، ثم الميراث تدوم ميراث، مفهوم؟ إذن الترتيب عندنا نحن آخر شيء، تجهيز ديون لله ثم لآدمي، وصية بالثلث فأقل لغير وارث، ثم الميراث، مفهوم؟ أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي، هذا واضح تدوم مو مثل هباء صح؟ طيب أصحاب النصف خمسة، الزوج يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث، عدم لا تقول عدم وجود، قل عدم فرع وارث أسهل صح؟ موجود معدوم مشكلة عندنا، عند عدم فرع الوارث، ما هو الفرع الوارث؟ قاعدة عندك ابن بنت ابن ابن بنت ابن، مفهوم؟ ابن بنت ابن ابن، وإن نزل بنت ابن وإن نزل أبوه، انتهينا، هذا الفرع الوارث، الفرع الوارث. إذن زوج وأخت شقيقة، زوج ومعتق، هل يوجد ابن في المسألة؟ بنت ابن ابن بنت ابن، إذن الزوج يأخذ النصف، مفهوم؟ طيب وجد فرع وارث، الزوج يأخذ الربع، زوج وابن، زوج وبنت، زوج وابن ابن، زوج وبنت ابن، زوج وابن ابن ابن، زوج وبنت ابن ابن ابن، إذا الزوج هنا يأخذ الربع، انتهى انتهى. الزوجة تأخذ الربع عند عدم الفرع الوارث، وجد فرع وارث تأخذ الثمن، انتهينا من الزوج والزوجة، خلاص انت اتفقنا؟ طيب نأتي لمن؟ الزوجة أول شيء في النصف، ثم ما حتكلم البنت. أصحاب النصف بعد الزوج دائما عندنا الشروط، عدم المعصب، عدم المماثل، وعدم من سبق، تمام. البنت ما سبقها أحد، عدم المعصب، من يعصب البنت؟ الابن، لا تقول أخوها، خطأ كبير، يعصب البنت الابن، تقول أخوها، أترك أخوها ما لك علاقة فيه، خلاص تقول يعصب البنت الابن. وعدم المماثل، من يماثلها؟ أختها، خطأ، بنت أخرى فأكثر، خلاص اتفقنا. إذن البنت تأخذ النصف، عدم معصب ابن فأكثر، وعدم ماثل بنت أخرى فأكثر، انتهينا من البنت. تعال لبنت الابن، ما تأخذ النصف، عدم المعصب، عدم المماثل، عدم من سبق، عدم المعصب، من يعصب بنت الابن؟ ابن ابن، أتقول أخوها، خطأ، ممكن ابن عمها يكون. وبنت، وعدم المماثل، بنت ابن أخرى فأكثر، لا تقول أختها أو بنت عمها، تمام. وعدم من تقدم معنا، عدم البنت فأكثر، وعدم الابن فأكثر، انتهينا. إذن أربع شروط عند بنت الابن، عدم معصب، عدم ماثل، عدم الابن فأكثر، عدم البنت فأكثر، انتهينا من من اللي وجه له السؤال هو اللي جاوب، محامي ها؟ لا. طيب أخت شقيقة، عدم المعصب أخ شقيق، عدم الماثل أخت شقيقة فأكثر، من تقدم؟ عدم الفرع الوارث، ابن بنت ابن ابن بنت ابن، وعدم الأصل الوارث من الذكور، أب وجد، انتهت الأخت الشقيقة. أخت لأب، عدم المعصب، عدم المماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر، انتهى أصحاب النصف. من يعيد؟ ما شاء الله، أوقف الأول، الزوج يأخذ النصف عند عدم فرع الوارث، فرع الوارث ابن بنت ابن ابن بنت ابن، والثاني البنت تأخذ النصف بشرطين، عدم معصب وعدم الماثل، معصب ابن فأكثر، والمماثل بنت أخرى فأكثر، انتهت البنت. بنت الابن، عدم المعصب ابن ابن فأكثر، وعدم الماثل بنت ابن أخرى فأكثر، وعدم الابن وعدم البنت، انتهت بنت الابن. الأخت الشقيقة، عدم المعصب، عدم الماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. أخت الأب مثلها مع عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر، ست شروط، الله يفتح عليك. نعم. أصحاب الربع، أصحاب الربع وانت واقف، الزوج متى يأخذ الربع؟ الزوج إذا كان عدم وجود الفرع
وجد فرع وارث، عدم فرع وارث نصف، وجد فرع وارث ربع، والزوجة عكسه. عدم الفرع الوارث، وجد فرع وارث تأخذ، انتهى الحمد لله. أصحاب الثلثين من يذكر؟ أصحاب لا حول ولا، يا إخوان أصحاب الثلثين نفس أصحاب النصف، عدا الزوجة الشروط نفس الشروط، لكن هناك عدم ماثل، هنا وجود مماثل، انتهى الأمر. بنات البنات يأخذن الثلثين، عدم المعصب وجود المماثل، صح؟ نعم. بنات الابن عدم المعصب وجود المماثل، عدم الابن والبنت فأكثر. أخوات شقيقات عدم المعصب وجود المماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. أخوات الأب عدم معصب وجود المماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم أخ شقيق أخت شقيقة فأكثر. هذه تحتاج إلى دراسة، ها؟ ما تحت، احفظ. فكل حافظ إمام. الأم متى تأخذ الثلث؟ عدم نعم عدم وجود فرع وارث، تعال هنا عندي. انت ضيف جديد؟ ايش؟ ضيف جديد؟ جيت المغرب. ها يعني قبل المغرب ما جيت؟ لا. حياك الله، تفضل هنا. عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة وألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين. عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة وألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو، صح هكذا ولا في خطأ؟ ها؟ الزوج، ما قلنا الزوج، ما لا الأم ما لا علاقة بالزوج. إذن الأم تأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث، ابن بنت ابن ابن بنت ابن، وعدم الجمع من الإخوة وألا تكون المسألة إحدى الغراوين وعمريتين. عندنا مسائل ثابتة ما تتغير، مسألتين يسميها العلماء غراوين وعمريتين. أب الأبوين مع أحد الزوجين، زوج أم أب، زوجة أم أب، مفهوم؟ سموها هنا عندكم كذا ستاندر، يعني هذه شيء وحل واحد لها ما تتغير أبدا، ما تتغير حلها واحد. زوج أم أب من ستة، زوج ثلاثة، الأم واحد، الأب اثنين، زوجة أم أب أربعة، واحد للزوجة واحد للأم واثنين للأب، تسمى غراوين كالكوكب الأغر، عمريتين لأن عمر رضي الله عنه قضى بهذا القضاء فيهما. إذن الأم تأخذ الثلث عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة تأخذ سدس، أي شرط اختل تأخذ السدس، انتهى. أخذنا الأم متى تأخذ الثلث ومتى تأخذ السدس. الجمع من الإخوة، الجمع عند الفرضين كم؟ ثلاثة؟ لا، اثنان فأكثر، هذا الجمع عند الفرضين. ليس لنا علاقة بأهل اللغة الآن، عندهم مثنى، المثنى والجمع سواء، تمام. الجمع من الإخوة اثنان فأكثر، ذكور إناث مختلفين، يأخذ الثلث عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكونوا جمع، أن يقسم عليهم الثلث بالسوية، الذكر كالأنثى، خالفوا الأصل. الأصل في الفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخوة لأم لا سواء، الذكر فيهم كالأنثى. إذن أربع شروط: عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكونوا جمع اثنان فأكثر، ذكور إناث مختلفين، أن يقسم عليهم الثلث بالسوية، أخ لأم أو أخت لأم بنفس الشروط سدس، مفهوم؟ إذن جمع ثلث، انفراد سدس، عدم الفرع، عدم الأصل الوارث، انتهى. انتهى الثلث، صح؟ السدس أخذنا الأم وأخذنا الأخ أو أخت لأم، ولد الأم. يبقى معنا الأب عند الفرع الوارث الذكور يأخذ السدس، ومع الإناث يأخذ السدس زائد باقي. الجد عند عدم الأب، الجدة عند عدم الأم، من بقي؟ بقي بنت الإبن فأكثر تأخذ السدس عند وجود بنت واحدة لها النصف وعدم المعصب لها ابن ابن فأكثر. أخت لأب عند وجود أخت شقيقة لها النصف وعدم المعصب أخ لأب فأكثر. أعيد، ما في إشكال.
سوف يقرا الشيخ واحنا نشرح وبعد نسمع ان شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال الرحمي رحمه الله تعالى: والنصف فرض خمسة أفراد. نعم، خمسة منفردين، الزوج ما عمره يتعدد. عندنا مرأة عندها أكثر من زوج، هو يتعدد ما لنا علاقة الآن في التعدد، مفهوم؟ نعم، منفرد، الزوج والبنت وبنت الابن، أخت شقيقة، أخت لأب. نعم. والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. الولد في الشريعة يشمل الذكر والأنثى، انتبه، ليس على العرف عندنا ولد، مفهوم؟ نعم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا الولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى لو سمحت، بدون كتاب، اترك الكتاب. نعم. وبنت الابن عند فقد البنت. بنت الابن عند فقد البنت. نعم. والأخت في مذهب كل مفتي، أي الشقيقة. وبعدها الأخت التي من الأبي. من الأبي، بماذا؟ عدم المعصب، عدم المماثل، عدم معصب، عدم ماثل، عدم من تقدم. نعم. عند انفراده مع المعصبين. نعم.